السلام عليكم ورحمة الله. بنية البيانات، لما احنا ما نجي نعرف بنية البيانات رح نجي نعرفها عبارة عن وصف للتفاعل وكيفية التفاعل بين أنواع البيانات الرئيسية في المؤسسة، سواء الأصول البيانات المنطقية والمادية وإدارة الموارد البيانات. خلينا ناخذ عليها مثال، وخلينا نكمل على المثال اللي كنا طرحينه سابقا اللي هي موضوع السجل التجاري. أنا في حالتي هون مثلا السجل التجاري وطريقة التخزين تبعته بحد ذاتها تمثل اللي هي الأصول المنطقية، ويتبعها كمان اللي هي الأشياء الورقية أو الورق اللي هو داعم أساساً للسجل التجاري، هذا يمثل اللي هي الأصول المادية. هلا طريقة النقل والبيانات بين مختلف الأنظمة داخل وخارج الوزارة، بالإضافة إلى خلينا نحكي طريقة مثلاً التحقق من هذه البيانات، هي بحد ذاتها كمان تمثل اللي هي إدارة موارد البيانات هذه.